خلال 3 أيام من مداولات أعمال المؤتمر الأول للشيوخ التقليديين بتشاد، تطرق المشاركون إلى المواضيع والمسائل المتعلقة بأداء مهامهم على الصورة المطلوبة، وكذا اعتماد القوانين واللوائح المنظمة لعمل الشيوخ التقليديين ومشاركتهم في دفع عجلة التنمية في ظل الجمهورية الرابعة. رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر تاميتا جيدينغار في كلمته بهذه المناسبة شكر رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو على رعايته لأعمال المؤتمر، كما أكد بأن نتائج هذا المؤتمر تعتبر خارطة طريق جديدة للمضي قدما من أجل المشاركة الفاعلة في استتباب الأمن والاستقرار والسلام والتنمية المستدامة بالبلاد، لا سيما تنمية العالم الريفي. هذا وكما بثقت أعمال الورشة توصيات على الحكومة بضرورة تفعيل دور ومكانة السلطات التقليدية، وكذا تقوية كفاءات حرس الشيوخ التقليديين والمعروف محليا بالجومية وتزويدهم بالمعدات اللازمة للعمل، كما رفع الحضور مذكرات شكر وعرفان لرئيس الجمهورية إدريس أديبي إتنو على وقوفه الدائم بجانب الشيوخ التقليديين والسماح لهم بلعب دورهم المنوط في وسط المجتمع. رئيس الجمهورية من جهته أشاد بجهود ومبادرات الشيوخ التقليديين لاعتماد القوانين واللوائح المنظمة لمهامهم، كما حثهم على المشاركة الفاعلة والوقوف بجانب الحكومة من أجل متابعة حملات تطعيم الأطفال حديثي الولادة، وكذا تسوية الخلافات والنزاعات بين المزارعين والرعاة وسكان المناطق الريفية. ونشير إلى أن أعمال هذا المؤتمر سمح للمشاركين تبادل الآراء والأفكار الهادفة التي تسهم في تعزيز عمل الشيوخ التقليديين من السلاطين ورؤساء الكانتونات وشيوخ القرى والأرياف. حطينا فراس على كيف الملوك بياخد الفرقة، وكيف نمشوا نلعبوا مع الناس الجنوبية وكيف أني نزاد كل دول نلعب لأن شيوخ التقليديين مع شعبنا، وتوصية الرئيس الجمهوري أنا كل شلنا نتابعه بجي أنا مشكلة أنا بقار أنا زعارة أنا مشكلة أنا أرادي ومشكلة الجوتو بنات في إقبال ونهار وديت العفيدة المبكر نقول لك توصيب على الرئيس الجمهورية نشيلنا ونحن عمال قبل 3 أيام وطلعنا نتائج والحمد لله نتائج محمودة لأن الخلاصة اللي قدموها يعني كان في الكامل رئيس نفسه وعنعنا وشجعنا ووافقا ما شاء الله الحمد لله، وممكن نقول يعني الوضع الجديد جاء إن شاء الله خلاص السلطة التقليدية جديد يعني عمل الزمان كان عندها إن شاء الله نصر إن شاء الله يبقى أكثر بزيادة، واليوم يعني الدولة ذاتها عندها ثقة وتركزت يعني في السلطة التقليدية علشان يعني كل أمورها التنمية كل أمورها يعني تطور لابد من يعني يمر بسلطة التقليدية. لازم أداء خدمة لازم تقربها بإيدك اليمين ما تقربها بإيدك اليسار، هذا شرف لكل الشيوخ التشاجين كلفهم أن يرفعوا أي مشكلة أسمع مشكلتك تكون بين الشعب التشاجي اللهم يسعد النرفوة عشان نجيب الشرف لنفسنا والشرف لدولتنا، والحمد لله يوم 3 يوم فتبدأ ولدينا خلل للمشاكل عند الشيوخ التقليدية، وكيف نقدر عندنا بعدين في الدار سنان لو نقلنا في محلنا كيف نقدر نوحي شعبنا كيف نقدر نحكي مع شعبنا وكيف نقدر نخدم الدولة وكيف نقدر نخدم البلد.